القرار القاضي باجراء خبره هو حاد على النقطه الجوهريه في هذا الملف هذا، لان السؤال المحوري من هو الشخص الذي يظهر في هذه الفيديوهات؟ هذا هو النقطه الخلافيه في هذا الملف، من الشخص الذي يظهر في هذه الفيديوهات؟ القول اذا كانت هذه الفيديوهات طالها تحريف ام لا لا يعنينا في شيء، ما دام ان سوق 20 ينفي انه هو الشخص الذي ينفي بانه هو الذي يظهر في الفيديو ينفي، وبالتالي فماذا سوف يزيد وماذا سوف ينقص ان كانت هذه الفيديوهات صحيحه ام غير صحيحه؟ اذا كان الشخص الذي يظهر ماشي هو 27، هذه مساله جوهريه. المساله الثالثه تتعلق بنشر مجموعه من الصور تتداول بعض المواقع الصحفيه انه تم تسريب بعض الصور اللي هي جنسيه الوارده بالخبره، تم تسريبها وتداولها. هنا كيطرح واحد السؤال، ما الغايه؟ ما هي الغايه من هذه الخبره في هذه الفتره، فتره المحاكمه؟ هل نريد ان نصل الى الحقيقه ام اننا نهدف الى اقناع الراي العام بالجرائم المنسوبه لـ 26؟ النقطه الثالثه اللي هنا هي الرابعه اللي هي اساسيه، مساله خصنا نوضحوها ونركزوا عليها. النساء اللواتي يكون طرفا في علاقة جنسية رضائية لا يمكن أن نصبغ عليهن وصف ضحايا التجارة البشر، لأنه وإلا كانت جميع السيدات التي تمارسن الظاهرة هن ضحايا التجارة البشر. السيدة التي تخرج إلى الشارع وتمارس مثلا الظاهرة هي تتاجر بجسدها، ما الذي دفعها إلى ذلك؟ هل دفعها هي برضاها؟ هي مضطرة لظروفها الاجتماعية، بالتالي ما يمكنش نقول بان السيد اتجاه البشر، هذه في حاله فرض ان هناك مثلا ممارسه رضائيه. هل السيد نوصف عليها وصف ديال ضحيه اتجاه البشر؟ القانون ديال اتجاه البشر هو قانون يسمى بقانون عابر للقارات، لا علاقه له بهذه النازله اطلاقا.